بعد إعلان نتائج بكالوريا 2020، مظاهر الفرحة تجلت على وجوه التلاميذ، وكل يعبر بطريقته الخاصة. بزاف سيرتو مع الكونفينمون، 6 شهور ما قريناش، ومع ما تخلطت لنا كاع ايتيك ستراس، ومع ما كاش ليكور ما كاش والو. تقولي مزيان الاساتذه تاع اليوتيوب تقولي دعمونا، راك فاهم كيفاش، وكاين الاساتذه ديالنا اللي دعمونا انتيك قايتك، والحمد لله نشكرك يا ربي، وجبنا وفرحنا والدينا ان شاء الله. الاولياء بدورهم عبروا عن فرحتهم تجاه ابنائهم بعد جهد جهيد مع تعب الدراسه. الف مبروك لكل واحد اللي جابوا، اللي ما جابوش العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله، ومبروك على بنتي ايه اللي فرحتني في حياتي. فرحة كبيرة. صافي حسب واحد 7 شهور وهما مع القراية تاعهم، وما قراوش في المسجد مع المرض كورونا يتو. هنا نتمنى التوفيق كاع الجامع إن شاء الله. أما البعض الآخر فاختاروا نقل فرحتهم للشوارع والطرقات. والله الحمد لله خويا فرحنا بهادية، كانت شوية صعيبة مع هاد المرض كدا، وإن شاء الله ربي ينحينا هاد المرض هكذا، كانت نتيجة شابة وما كناش نستناو فيها هكذا، والعقوبة اللي ما جابوش إن شاء الله، والحمد لله كي فرحنا العجوز وكذا بوالدين ولا فامي هذاك هو الصح. هي مظاهر فرحة انتظرها التلاميذ بفارغ الصبر بعد اجتهاد طيلة موسم كامل تميز بظرف صحي استثنائي.